جاي صباح بخير كديرين لبس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير عرق كبير هذا ما عرفش والله الله يقدر باقي كيتكونيكطا الله باقي كيتكونيكطا الله باقي كيتكونيكطا يسع وتكونيكطا امين تسي مرحبا سفيان كريمي مرحبا بو ما عرفش نقرا السميه فتحي ابراهيمي اهلا الله يحفظك مرحبا خويا مرحبا 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 بالدراري كاملين نديروا هذا اللايف هذا خفيف ظريف ان شاء الله نبارطاجيو سام غود انفورميشن شي معلومات زوينين فهمتي وتشكروا الله نمشيو نفطروا الله يتقبل صيامكم علاش فكرت ندير هذا اللايف هذا حتى لاخر النهار نكون ساليت كاع الجرى اللي عندي ونكون سالينا كل شيء وديك الساعه ديك الساعه نديروا اللايف ونيت باش نجيبوا المغرب فهمتي على حقاش عرفتي داك النهار درت داك اللايف واخا ما خسرتش فيه الانرجي بزاف كنت كندوب واحد الصوت نازل باش نجيبوا المغرب ما فريمون داك النهار داز صعيب هادشي ما عرفتش درت واحد الشريعه شي حلقه حسن حسبيناش جرحت بزاف مهاني ايمن الشريفي فين هاد الغبور خويا موجود في الخميسات بلاد الصحه والفليسات غدا ان شاء الله طالع للرباط بعدو طالع لكازا بعدو طالع لمراكش وبعدو غادي نمشي بحالي عاوتاني نمشي نغبر واحد جوج سيمانات ان شاء الله شي جوج سيمانات قبل العيد خصني ندوز العيد ان شاء الله مع الوالده والوالدين في المغرب نمشي اهم حاجه تكون مع الوالدين في العيد تبارك الله عليكم الدراري مرحبا بالدراري كاملين كنتسناو الاخواني تكونيكطاو حتى هما وديك الساعه نديرو واحد اللايف اليوم ما نديروش لايف ديال الساعه مع خصني باقي فهمتي نمشي للدار حتى نفطر واحد الاخ كليك عطينا المفيد مرحبا خويا حنا غادي نديرو المفيد الا كنتي بغيتي تحل ودنك فهاد اللايف هذا وتسمع غادي تاخذ معاك المفيد تجي معاك شي مفيد ينفعك مزيان راه قداش نمشي بزاف ديال الدراري يوميا افري فاكين داي كنعيشو فهاد البليده هادي ومع كامل الاحترام للبليده والناس ديالها فهمتي كنشوف بلي مساكين الدراري فهمتي السوق باش تربينا والطريقه باش تربينا وكبرنا والمدرسه وداك الشيء فهمتي وما تتسناش المدرسه تعطيك كل شيء كما كنقول ديما الدراري مساكين ضعاف سيرتو دابا كاين الكتوبه فهمتي الكتوبه عطا الله فهمتي الكتوبه ديال الثقافه الملكه نضل ما تبغيش نشارك شي كتوبه كبار اجي نقول لك اجي نقول لك سير قرا ماني ماستر ذا جيم ديال توني روبنز مع تحل جوج صفحات الاولين تقول وات ذا فاك هادشي معقل تلاوح وتمشي في حالك فهمتي علاه ما كننصحش ما عمر قلت واخا احسن كتاب من احسن الكتوبه اللي ممكن تقرا في الميدان ديال الفلوس والثقافه الماليه يعني الا بغيتي دير الفلوس خاص تكون عندك واحد الثقافه بحال قلتي بغيتي تصبغ هاد الحيط خاص تكون عندك واحد الثقافه ديال الصباغه فهمتي ديجا قريتي شي حاجه على الصباغه وتعلمتي الحرفه ديال الصباغه عاد ممكن تصبغ بغيتي تبدا الطبله تولي في البيورو هذا خاص تكون نجار تكون عندك فهمتي الثقافه ديال 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 طنجر تكون عندك واحد المعلومات ديال طنجر تكون عندك الحرفه ديال طنجر عاد ممكن تقاد هاد الطبله هاد ما يمكنش تقاد هاد الطبله هاد الا ما كنتيش ديجا عندك واحد المعلومات ما يمكنش تصبغ هاد الحيط هذا الا ما كانوش عندك واحد المعلومات ما يمكنش دير الطب وتفتح بنادم الا ما كانوش عندك واحد المعلومات واحد التجربه نفس القضيه ديال الفلوس ما يمكنش دير الفلوس خاص تكون عندك واحد المعرفه تكون عندك واحد المعرفه وواحد الثقافه فهمتي والبراتيك مع الوقيته كتزيد كتحسن ديك بحال اللي قلتي عندك هي المعرفه ولكن كتحطها في ارض الواقع كتلقى فيها مشاكل وغادي كتحسنها القضيه اللي تصدمت البارح فهمتي تنسنت شي وحقه اللي قلت لي الاسف اصاحبي شوف مساكين الدراري اصاحبي فهمتي مظلومين ماشي مظلومين ودارنا راسهم اصاحبي ماكوش مظلومين شو الدراري علاش هما ضعاف اصاحبي بحال هكا علاش ما عندهمش ثقافه ماليه ما عندهم حتى شي حاجه ما عندهم غير تيرونوا فهمتي مساكين غير اش نقول ما عرفتش فهمتي ماشي كلشي كاين دراري تبارك الله ولكن اخي المهم فهمتي ملي تشوف هكا كنشوف بعد طلعت على بعض الميساج بين السور هذا الاخوان ما كنطلعش على كلشي راه كنبان لكم النهار كامل كنجري فهمتي واهم حاجه كتدخل الفلوس هي الجره راه فيسبوك ولا انستغرام ولا قاعد شرا ما تيدير حتى شي حاجه ما كندخل حتى شي ريال لا من انستغرام ما كندخل لا ريال من فيسبوك ما عندي حتى شي شانل في اليوتيوب الاخوان تنعرف اصاحبي بحال هكا علاش ما عندهمش ثقافه ماليه ما عندهم حتى شي حاجه ما عندهم غير تيرونوا فهمتي مساكين غير اش نقول ما عرفتش فهمتي ماشي كلشي كاين دراري تبارك الله ولكن اخي المهم فهمتي ملي تشوف هكا كنشوف بعد طلعت على بعض الميساج بين السور هذا الاخوان ما كنطلعش على كلشي راه كنبان لكم النهار كامل كنجري فهمتي واهم حاجه كتدخل الفلوس هي الجره راه فيسبوك ولا انستغرام ولا قاعد شرا ما تيدير حتى شي حاجه ما كندخل حتى شي ريال لا من انستغرام ما كندخل لا ريال من فيسبوك ما عندي حتى شي شانل في اليوتيوب الاخوان تنشكر الاخوان بزاف اللي تيحطوا اليوتيوب الفيديوهات ديالي في يوتيوب حتى يا بين ما تنتسناو الدراري يتجمعوا ونبداو اللايف جاي نقول هاد القضيه هادي الاخوان اللي كيحطوا الفيديوهات ديالي في يوتيوب ناوي نجمعهم ان شاء الله من ورا رمضان بواحد 15 يوم شهر نجمعهم ان شاء الله نتغدى معاهم هنايا في شي هوتيل في الخميسات
نجمعوا فهمتي نعرضوهم لانهم فهمتي تيعاونوني علاش انا الغرض ديالي انا هو الامباكت هو الامباكت عباد الله هو كنشر واحد الثقافه جديده كنشر واحد الافكار جداد هذوك الناس كيعاونوني بزاف علاش انا كندير ستوريا في انستغرام انستغرام كيسالي كتمسح ستوريا كنتكل على 24 ساعه اللايف ستوري كلشي كيسال 24 ساعه هذوك الناس فهمتي تبارك الله تيبذلوا واحد المجهود كنعجبهم عارف هذا الشيء عارف بيان سور واحد تيعجبو واحد كيدير ديك الخدمه تيمشي كيهز ستوريات ديالي كيهز سميتو كيردهم على شكل فيديو تيحطهم في اليوتيوب هذاك المجهود فهمتي باغي نجمعهم باش نشكرهم عليه فاس فاس وندوزو شي نهار مجموعين هكا من ديك 10 الصباح حتى شي 2 العشيه 3 العشيه ان شاء الله فهمتي نريح نتغدى معاهم بالعكس نعرضهم بالعكس ندوز لهم تراس وما صاير شي يعني هما الدور كبير اصاحبي هما الدور كبير انا نقول لك الاكثر ملي كنتلاقى مع الناس في الشارع شويه خويا سي مصطفى بخير كي داير لاباس عليك فهمتي فين كتعرفني تقول كنشوفك في اليوتيوب تندخل الشانل ديالك في اليوتيوب عرفتي رانا واحد البيك فولور ديالك في اليوتيوب كنصدمو تنقول لا سافا انا ما عنديش شانل في اليوتيوب ما عنديش اليوتيوب ويلي اسمح لي راه خاين نقول لك واحد الصراحه كنت واحد النهار كاع كتبت لك ديك اللعبه ديال اخوان فهاد بلي دير هاد الفيديو باش تربح على دارنا في اليوتيوب الاخوان انا ما عنديش فيديوهات في اليوتيوب ما كنشرش الفيديوهات في اليوتيوب ما كنتسناش نربح من اليوتيوب فهمتي عندنا الاخوان شركات كبار على هذا الشيء هذا عندنا شركات ما بين تايلاند ومصر ودول اخرين تيديروا مليونز اوف دولار في العام يعني مليار في المغرب فوق ما كاينش شركه اللي كدير اقل من مليار كبار على هذا الشيء هذا ديال لوح فيديو في يوتيوب نتسنى الربح بالعكس كنت درت واحد المسابقه خلصت كاع الدراري ديال اليوتيوب اللي كنشروا الفيديو ديالي غادي نعاود نفس المسابقه ملي تيجيو تغدا معهم كذا فهمتي غادي نفيرو لهم باي بال كاملين نفس نعاودوا نفس المسابقه ولكن في نفس الوقت ما بغيتش تبقى العلاقه بيناتي وبين دوك الناس اللي كيابلودوا الفيديو ديالي غير فلوس هاك فلوس ما ماشي الحياه غير فلوس كاين حتى شي حاجه علاقات فيس تو فيس بالعكس باغي نعرضهم باغي نجلس معاهم نتعرف عليهم شكون هما هاد الناس هادو شكون هذا اللي تيهز الفيديوهات ديالي كيلوحهم نتعرف عليهم نجلس معاهم ونتغدى معاهم ونشكرهم نشكرهم هادي اهم حاجه فهمتي نقول لهم شكرا بزاف لان اليوم عندهم دور كبير بزاف ديال الناس فهمتي تعرفوا فاكين سيمو لايف كيعرفوا عن طريق اليوتيوب انا الاخوان ما عنديش حتى شانل في اليوتيوب ما كنتسناش نربح من هادشي الحمد لله الله سهل عليا من 2012 اصلا لاش حليت كاع اليوتيوب ولا داكشي والحمد لله فهمتي الله سهل عليا تتقول علاش ما يديروهاش واحد الشباب اخرين درتها انا وانا يا حمار جبت الباك ب 10.06 دونك راه ممكن يدير اي واحد فهمتي درتها بما اني درتها انا ممكن يدير اي واحد ما فهمتي هو الضمن كبير الناس كتخدمي في فايفر كنعرفو ممرضه خدامه في فايفر دفعات لي الاستقاله ديالها بعد ما بدات كيدخل لها فلوس من فايفر حنا على الله كتدخل 5000 6000 8000 درهم في الشهر عندك اخويا الترجمه اللغه العربيه عندك مع العربيه والفرنسي سير بدا ترجم العباد الله من الفرنسي للعربيه في فايفر وفي خمسات تبدا تدخل فهمتي راه تمشي تخدم مع الدوله راه والله الا شفتي 150 درهم في النهار وبربي الا شفتيها فهمتي تمشي تخدم في البنك الشعبي وبربي الا شفتيها فهمتي الناس اللي تيبداو البنك الشعبي انا عارف شحال كيتخلصوا الناس اللي كتبداو في الابناك عارف شحال كيتخلصوا فهمتي عارف السالارات في المغرب مضروبين فهمتي غادي تمشي تخدم تمشي تخدم في فايفر تخدم شي حاجه بسيطه ترجمه دي تدخل ديك 150 درهم 200 درهم ديالك في النهار على فايفر دفعات لي الاستقاله ديالها بعد ما بدا كيدخل لها فلوس من فايفر حنا على الله كتدخل 5000 6000 8000 درهم في الشهر عندك اخويا الترجمه اللغه العربيه عندك مع العربيه والفرنسي سير بدا ترجم العباد الله من الفرنسي للعربيه في فايفر وفي خمسات تبدا تدخل فهمتي راه تمشي تخدم مع الدوله راه والله الا شفتي 150 درهم في النهار وبربي الا شفتيها فهمتي تمشي تخدم في البنك الشعبي وبربي الا شفتيها فهمتي الناس اللي تيبداو في البنك الشعبي انا عارف شحال كيتخلصوا الناس اللي كتبداو في الابناك عارف شحال كيتخلصوا فهمتي عارف السالارات في المغرب مضروبين فهمتي غادي تمشي تخدم في فايفر تخدم شي حاجه بسيطه ترجمه دي تدخل ديك 150 درهم 200 درهم ديالك في النهار علاش لا توصل 500 كاين ناس وصلت 1000 درهم كاين ناس وصلت 5000 درهم من فايفر وخمسه كاين واحد الصات كنعقل على شحال هادي كنخدم الاي سي يو في الوقيته ديال الاي سي يو كنخدم الاي سي يو اش تقول لي شنو هو الاي سي يو خاصك تقلب اس اي او ما بقاش نشرح كلشي كنخدم الاي سي يو لعباد الله تعلم يدير الاي سي يو الويب سايت ديالو ولا كيمشي كيديروا لعباد الله ولا كيدخل ليه حتى هو 5000 درهم في النهار ولا كيدخل 5000 درهم في النهار فايفر خدام السيد خدام محرك كاين اللي عنده مع الديزاين فهمتي كيمشي كيقاد الديزاين ماشي طريقه وحده نتوما صافي كلشي تكب الريسكين شنو هو الريسكين الريسكين صافي ما كاينش العالم ما واقفش على الريسكين فاك الريسكين فاك كلشي الدروب شيبين فاك كلشي ماشي صاحبي دابا المشكله كطرى العباد الله هي كيبغي يقلدو شنو خدام نتايا الصاط شنو خدام انايا انا جيت من واحد لاكيميلاسيون انا كنمشي كنلقى المشكله انا عزيز عليا في الحياه الا بديت دابا من الزيرو غادي نمشي نخدم اي خدمه باش نلقى المشكله وملا نلقى المشكله غادي نحلها غادي نلقى الفلوس يعني خاصني نحل لهم المشكله انا نقول لك التنقيزه اللي درت في حياتي حاليا الشركات لا في تايلاند لا في مصر لا في الدول الاخرين لا الامريكان لا كذا اي دونت جيف ا فاك على داكشي اللي كندخل في الاخر العام لحقاش انا عندي الضربه في واحد حسبها ماشي دغره مشكل حليته كنا كنصيفطوا السلعه ديما مع الداش اي
كتشطر لينا لودنا معلم من الاخر فهمتي تنحترمهم خدمنا معاهم سنين الله يعمرها طار ليهم انا دخلت معاهم في الطيرون الله يعمرها هذا مع من خدمنا مع فيديكس خدمنا مع يو بي اس خدمنا كاملين تيعطوك اللودنا الصاط الاثمنه مرتفعه بزاف واحد لو كيتهبط حتى على ارامكس بدينا كنخدموا معاهم تنخدموا معاهم اشنو اللي جيت راسات هما اللي بدينا خدامين مع ارامكس واحد النهار هاكا حسبها كلشي معاه في هذه الحياه هذه كلشي ممكن المهم تعكستنا القضيه مع ارامكس وتطلعوا علينا وانا نقول لواحد السيد شينوي قلت له صاحبنا سول لينا الله يحفظك في المطار على الطياره ديال ارامكس امتى تيقلعوا من الدوله الفلانيه للدوله الفلانيه بلا ما نسولوا ارامكس ما عندنا ما نديروا بالهضره من ارامكس باغي هذه المعلومات سير جيب لي ارامكس ان الطياره ديالك يقلعوا من هونغ كونغ لهذه الدوله هذه وهذه الدوله هذه اين نهار من المطار جيب لي هذه المعلومات الصاد ملي مشى كيدير البحث رجع عندي قال لي الصاد ارامكس ما عندهاش الطياره ارامكس ما عندها حتى طياره من هونغ كونغ لديك الدول ارامكس كتسلف الطياره ارامكس كتصيفط السلعه ديالها مع واحد الشركه فلانيه وات ذا فاك قال لي اجي الهضره اللي كاينه واجي الهضره الصحيحه قلت ليه مزيانه الصاد عطيني سميت الشركه قالوا السلام عليكم كذا 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 كنصيفطوا السلعه من هنا من هنا من هنا من هنا وين مرحبا ممكن تصيفط معانا طحت على بزاف الشركات بحال هادي عرفتي الصاد شحال وليت كنخلص نص الثمن اللي كنت كنخلص الارامكس الا كنت كنصيفط من تشاينا لبزاف ديال الدول كنت كنخلص 14 مليون وليت كنخلص 7 مليون نص بالنص علاش عندي بزاف ديال الناس ممكن هما تيستوردوا السلعه عندي بزاف ديال الناس كيستوردوا السلعه مشيت عندهم قلت له الصاد شحال كتخلص الارامكس 32 مليون شحال كتخلص الارامكس 7 مليون مثلا فهمتي هاد الاجو تنقول له الصاد نقص 25 نقص لك 25% سلعتك غادي تلقاها في ديك الدوله وانا ندير لك بروسيس ديال الديوان احسن من ارامكس ويل جربني وما تخلصنيش حتى توصلك السلعه ويل سير صافي بديت تندبر على كل ارامكس الا كنت كنصيفط من تشاينا بزاف ديال الدول كنت كنخلص 14 مليون وليت كنخلص 7 مليون نص بالنص علاش عندي بزاف ديال الناس ممكن هما تيستوردوا السلعه عندي بزاف ديال الناس كيستوردوا السلعه مشيت عندهم قلت له الصاد شحال كتخلص الارامكس 32 مليون شحال كتخلص الارامكس 7 مليون مثلا فهمتي هاد الاجو تنقول له الصاد نقص 25 نقص لك 25% سلعتك غادي تلقاها في ديك الدوله وانا ندير لك بروسيس ديال الديوان احسن من ارامكس ويل جربني وما تخلصنيش حتى توصلك السلعه ويل سير صافي بديت تندبر على كليان في جوج في ثلاثه في اربعه في خمسه في سته في سبعه دابا واحد الفاكين بورتفوليو ديال الكليان وسميت الشركه ديالنا ولا تعرفاتها ولا عندنا حاجين الكليان حاجين الكليان ما كنعطوش ما نخدموش مع اي واحد فهمتي لان عندنا الضغط هذا نقول لك بدا الصاد خاص تبداو تلقى شي مشكله راه الحياه كتصادف وعاد الفلوس اللي كتجي من البيع اللي السلعه اللي كنجيبوها من الشينوا وكنحطوها تنحطوها في فيسبوك ادز الشركه اللي كنجيب لها وليت انا كندير لها الشركه اللي عندنا في تايلاند ولا في مصر ولا في امريكا ولا كذا انا كنربح قبل ما نوصل للسلعه وليت كنربح من تشاينا لديك الدوله وليت كنربح من الاول انا رابح عاد ملي كيبيعوا همايا وكيوصل حكا في الاخر ديال العام وكنحسبوا الطاكسات ونحسب شحال غادي نخلصوا وشحال غادي نشيطوا وشحال كذا 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 عاد ندير الربح عاوتاني وليت كنربح جوج ربحات هكا الصاد كتكون القضيه ودونك خلاصه القول دونك ما كنتسناش الصاد الربح من شتي يوتيوب نلوح فيديو في اليوتيوب كذا 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 فهمتي الاخوان انت تمشي تصادف في الحياه تلقى مشكل واحد المشكل اللي انا ما مساليش المغرب نحلو حتى هو واحد المشكل اللي ديما كنوقف على القهوه ديال الدري صاحبي كنوقف تنقول ليه باقي ما هذاك الله تغسل داك الباش تقول لي شكون اللي تيغسلو نتايا وكنميك خونا هذاك الباش عندك راه توسخ راه جناخه شو صاحبي الطيور راه بزقوليك فوق الباش صاحبي القهوه ديالي في مراكش فهمتي نفس القضيه كنمشي لواحد القهوه اخرى مشاك فيها انا واحد الدري عاوتاني في الرباط خاي داك الباش ماشي تغسل خاي السيم وراه منين انت تتكريتيك هاد الباشات هادو قال لنا الحل ثم لا صدنا ما مساليش شي خونا في هاد البلاد هادي خصو يدير شركه ينوض يغسل ليه البيشان من الفوق سير لاي قهوه اي قهوه شوف الباش ديالها باش مغطيهم رايحين الكراسه لتحت شوف الباش ديالها موسخ مقلق كاين اللي عامين ما عمر غسلو 3 سنين ما عمر غسلو 4 سنين ما عمر غسلو ما كاينه شي شركه كتغسل البيشان ها هو مشكله فين هو هاد الراجل هذا اللي كيسمع ليا دابا اللي يلقى الحل اللي يمشي هذه الطرق لنا هذا المسمار هذا المغرب كامل واقف المغرب الصات كامل واقف على شي واحد يدوز يغسل البيشان ديال القهوه دايرين كيزبل زباله فوق القهوه
الطيوره بازقين، الرمله، الغبره، الزبل، كل شيء مليوح تمايا فوق البيشان، وما كاينش اللي يجي يحل المشكله بسيطه. انا حليت مشكله ديال النقل اللي كانت ارامكس خدامه ما عرفت ما عندهاش الطيارات، ارامكس عرفتها ما عندهاش الطيارات، عرفت الشركه اللي خدام مع ارامكس، مشيت خدمت معها ديريكت، ومن بعد خدمت مع بزاف الشركات، وليت كنضرب زبالات الفلوس. انت صاحبي انت عندك مشكله، عندك امه ديال شحال كاينه من قهوه في كازا بلا حساب، شحال كاينه من قهوه في مراكش بلا حساب، شحال كاين من سلام خويا هذاك الباش عندكم كي الزباله، حنا واحد الشركه كذا 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 كندير واحد جوج ثلاثه، فهمتي؟ اجي نجي نغسل لكم هذا الباش هذا، اشحال اجي تخلصوني صاد. ايفري فاكين وان لوكين فور ا سوليوشن، كل واحد محتاج. انا تنكون غير غادي في الطريق تيبانوا لي الفلوس يمشي تحتها، نحل هذه المشكله هذه كاينه فلوس نحل، ما مساليش انا الله كنحل المشاكل اللي تنقدر نحلها دابا وندخل الفلوس الحمد لله. ما يمكنش تلقاني محنسه لان غادي نمشي غادي نحل المشكله. ها هي غسلت الطوموبيلات حتى هو مشكله كبيره، فهمتي؟ غسل عباد الله الطوموبيلات في ديورو، يدير معاك لابونمون ديال الطوموبيل مغسوله يوميا، يخلصك شهريا كدوز انت مع الفجر كتغسل الطوموبيلات. كاين نوضو ما تيبغيو نوضو يمشيو للخدمه مع 8 الصباح 9 الصباح تلقاو الطوموبيلات مغسوله نص جوج ثلاثه، فهمتي؟ اجي نجي نغسل لكم هذا الباش هذا، اشحال اجي تخلصوني صاد. ايفري فاكين وان لوكين فور ا سوليوشن، كل واحد محتاج. انا تنكون غادي في الطريق تيبانوا لي الفلوس يمشي تحتها، نحل هذه المشكله هذه كاينه فلوس نحل، ما مساليش انا الله كنحل المشاكل اللي تنقدر نحلها دابا وندخل الفلوس الحمد لله. ما يمكنش تلقاني محنسه لان غادي نمشي غادي نحل المشكله. ها هي غسلت الطوموبيلات حتى هو مشكله كبيره، فهمتي؟ غسل عباد الله الطوموبيلات في ديورو، يدير معاك لابونمون ديال الطوموبيل مغسوله يوميا، يخلصك شهريا كدوز انت مع الفجر كتغسل الطوموبيلات. كاين نوضو ما تيبغيو نوضو يمشيو للخدمه مع 8 الصباح 9 الصباح تلقاو الطوموبيلات مغسوله نص، فهمتي؟ علاش كتزرب في الهضره؟ كتزرب في الهضره باش نسالي اللايف باش نمشي عند جده الاخوان، فهمتي؟ والبارحه الاخوان شفت لاحظت بزاف ديال الحوايج ان الدراري فهمتي ضعاف الثقافه الماليه. خويا سيمو انا كنت كنتسنى زعما نهار تبارطاجي البنك اكونت ديالك هيبان لينا شي 20 مليار صاد. إذا فاكين الشيت اللي بنت لك 20 مليار عرفني حمار، راه مخصص تجمع الفلوس، اما كاينش الصاد اللي كيجمع الفلوس. اشنايا دابا هي 20 مليار 20 مليار الا بنت لك زعما شنو غادي ندير بها؟ انا غادي نخليها للبنك، البنك هي اللي مستافده صاحبي، ما خاصش تخلي الفلوس ديالك في البنك. الفلوس خاص سيري الراقي يخرجوا، يدخلوا الراقي يخرجوا. هاد البركه هادي تكون دخلت يلاه شي جوج سيمانات هادي ملي كنت مسافر على برا كنت ملهي، كانت دخلاتني شي فلوس ديالي كدا بعد ما تم الحساب ديال التريمستر الاول وزكينا وتهنينا، جاوني شي فلوس من على برا تحطوا تزادني عليهم داك الشكل اللي حتى هو صورته لكم. الله خديت ديك البركه، ضرب عليا ثلاثه السيمانات ما تلقى عندي التاريه، ما تلقاش عندي الريال. اش باغي ندير بها انايا؟ اش نحطوا للبنكه؟ البنكه ديما كتزاوبني كتقول لي خويا سيمو حطوا بلوكي. انت مشيتي للطايلون ثلاث شهور واحد المره خليت لهم فلوس وكان ما عنديش فين نصرفهم، صافرت قال لي انت غادي ثلاث شهور بلوكيهم ثلاث شهور. قلت لي لا صافي ما عندي ما ندير بالربا، خدموا بهم الثروا مواد ان شاء الله بين ما نجي ماشي مشكل، وغادي نجي ان شاء الله غادي نفرتكم كاملين. خصصات الفلوس تفرتك ما عندك ما دير بها اصلا. بزاف ديال الدراري فهمتي تيبان لك ما على قد شنو هي الثروه، شنو هي اوكي الثروه ديالك، شنو هي الثروه ديالك؟ ملي كندوي على الثروه، الثروه صافي خاص فريمون طريح تقرا شي كتب باش تعرف شنو هي الثروه. الثروه هي هاد لا طابله كيفاش جالس الا نزلتها للسوق بغيت نبيعها دابا شحال تعطيني الثمن؟ شحال تعطيني الثمن ديالها؟ داكشي اللي كنكسب كامل الا جيت نبيعو شحال غادي تعطاني؟ الجاكوار اللي راكب الا نزلتها للسوق شحال غادي تعطاني فيها بالزربه الا جيت نفك بالزربه؟ جيت تفك بالزربه ديال الطرواج، المازيراتي اللي كنسوق، الفيلا ديال الوالده فاش اللي شريتها هي هادي فاش انا جالس، فهمتي؟ جمعت الطرواج ديالي هي هادي، الاراضي اللي بسميتي، لي زابارتمون اللي بسميتي، الجور اللي بسميتي، المحلات اللي بسميتي، الشركات اللي بسميتي، هادي هي الثروه. تجمع التوتال هذاك هو الثروه. على حقاش بيل جيتس الا قلبتي الكونت ديالو ما غاديش تلقى عنده 70 مليار دولار، ما كاينش اللي عنده 70 مليار دولار في الاكونت ديالو. ولا كان راه ما كاينش، علاش نقول لك الا كان ما كاينش؟ لان الواحد ملي كيداروا عنده الفلوس از فاكين سمارت، ما تيفكرش بالمنطق ديال الناس اللي ما عندهمش الفلوس. صاد عندك الفلوس في الكونت ما عندهم حتى قيمه، اشنو غادي دير بهم اصاحبي؟ لان الفلوس 100 مليون، انا نقول لك 100 مليون انا غير من ديك سميتها 100 مليون ملي كنت صغير غتمشي لمراكش تشري شلا محلات في واحد البلاصه سميتها الاحباس. حاليا ديك الاحباس واحد لازون واحد الكارتي ولا سميها نقول كارتي لان مود الاخر ماشي فيهم ولا قلت زون ولا كذا، نقول كارتي واحد البلاصه سميتها الاحباس في مراكش. كانوا الكراجات شحال هادي من الله بداو كانوا ب 20 مليون كذا 25 مليون تجيب لك كراج، وما خفتش نكذب الاخوان اللي نقول لك راه كانوا في البدايه بشي 12 مليون. وكانوا الناس فهمتي ديك اللعبه ديال ما عندنا ما نديرو تما كذا 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 كذا،
والناس ما شراتش كراجات تما. حاليا الكراج العيان داير تما 300 مليون. يعني الا كانت عندك ديك الساعه 12 مليون وبقيتي محافظ على ديك 12 مليون وجيتي لهاد الزمان هذا ب 12 مليون، 12 مليون ما جات لك والو دابا، فهمتي؟ ما جات لك حتى عرس مقاد، نجيك من الاخر ما جات لك شي عرس مقاد. 12 مليون ما عندها ما دير لك. ولكن كون حطيتي ديك الساعه 12 مليون في داك الكراج تشري شلا محلات في واحد البلاصه سميتها الاحباس. حاليا ديك الاحباس واحد لازون واحد الكارتي ولا سميها نقول كارتي لان مود الاخر ماشي فيهم ولا قلت زون ولا كذا، نقول كارتي واحد البلاصه سميتها الاحباس في مراكش. كانوا الكراجات شحال هادي من الله بداو كانوا ب 20 مليون كذا 25 مليون تجيب لك كراج. وما خفتش نكذب الاخوان اللي نقول لك راه كانوا في البدايه بشي 12 مليون. وكانوا الناس فهمتي ديك اللعبه ديال ما عندنا ما نديرو تما كذا 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 كذا، والناس ما شراتش كراجات تما. حاليا الكراج العيان داير تما 300 مليون. يعني الا كانت عندك ديك الساعه 12 مليون وبقيتي محافظ على ديك 12 مليون وجيتي لهاد الزمان هذا ب 12 مليون، 12 مليون ما جات لك والو دابا، فهمتي؟ ما جات لك حتى عرس مقاد، نجيك من الاخر ما جات لك شي عرس مقاد. 12 مليون ما عندها ما دير لك. ولكن كون حطيتي ديك الساعه 12 مليون في داك الكراج وداز دابا واحد بريسك 20 عام، دازت 20 عام ولا 22 عام ولا 300 مليون، 12 مليون تحولات ولا 300 مليون. ملي كتحط الصوت فلوسك في العقار ولا كتحط فلوسك في شي حاجه كيدوز الوقت، ملي كيدوز الوقت الفلوس كتزاد. ولكن الا حط كانت عندك 100 مليون وخليتيها عندك دابا ودازت 10 سنين وجبتي 100 مليون، الا كانت 100 مليون قادره تشري لك دار، سمح لي اخي نقول لك بلي 100 مليون من هنا 10 سنين ما تشريش تشري لك دار، ما تشري لك حتى لعبه من هنا من هنا سميتو، ما تشري لك حتى لعبه، ما تدير لك حتى حاجه. اصلا دابا شحال هادي كنعقل فهمتي المليار، ملي كنت صغير كان المليار شي حاجه، يقدر لك كان عندك مليار تجي تشري، ملي كنت صغير تكون في عمري ديك 6 سنين كذا نقول لك الا كان عندك ديك الساعه المليار تجي تشري نص في الخميسات. حاليا المليار الله يجيب لك جوج فيلات ثلاثه على قد الحال فهمتي، ومليار في الرباط ما يجيبش لك حتى فيلا محترمه ومع كامل الاحترام فهمتي. هاد الهضره هادي تنقولها لك باش تفكر فيها، راه ماشي كنهينك، علاقتش بزاف ديال الناس كياخذوا الهضره ديالي شخصيا فهمتي، تياخذ الهضره ديالي انا كنتحدى ولا انا نضر مع الصاد، انا ما عندي ما حتى مشكله، انا عايش حياتي وما عارف كان حتى واش كاين ولا ما كاينش، انت عارفني راه كاين، علاه جيت تتفرج فيا؟ دونك الصاد ما تاخذش الهضره ديالي بحساسيه، انا راه ما عندي معك حتى مشكل، ما عندي معك حتى شي مشكل شخصي. الهضره ديالي كنقولها لك باش تنفعك، لا لا وعسى تاخذ منها شي عبره وتحرك في حياتك ودير شي حاجه في حياتك. دونك الصاد ملي كندوي على الثروه ما كندويش على شحال عندك في الكونت، الكونت از فاكين شيت، الا كان عندك فلوس في الكونت راك انت حمار. كنت كتب شنو قادر باش ندوي فيهم فهمتي؟ راه الفقراء هما اللي كيجمعوا الفلوس، الفقراء هما اللي كيجمعوا الفلوس، اما الناس لاباس عليهم راه ما عندهمش الفلوس. راه ضرب عليا ثلاث السيمانات حط هذا ديدلاين، قلت جوج سيمانات ثلاثه بربي الا خصنا نرجع 10000 درهم، تقول لي علاش خاصك تخسر فلوس؟ هاني جيك علاش نقول لك تخسر فلوس وتقول لي عندك الصح؟ الفقراء كيجمعوا كيجمعوا باش يجمعوا، الناس لاباس عليهم كيجمعوا باش يستمروا. يقدر تلقى عنده 200 مليون طولات عنده في الكونت، تقول لي مالها مطوله؟ يقول لك لا راه كنقلب على 250 باغي نشري واحد الساس لهيا راه مزيانه بان لي راه فيه المستقبل، واحد الساس تجاري شوكه راه تما دايز الشانطي الكبير تما كيتبنى السبيطار طن راه تما تتبنى الجامعه، يعني راه من هنا واحد 10 سنين كاين المستقبل تمايا. از فاكين سمارت هذا كنحتارمو الصاد. الصاد على الجامع دابا 80 مليون سير ديرها فشي حاجه، لا كنتسنى نكمل ال 100 لان راه دابا راه كدا. غنعطيك واحد المثال، الناس ديال سلا تحيه لكم، الناس تاع سلا كاملين، العم ديالي هو نقول لك اول ولا ثاني واحد سكن في الحي ديال القريه كامل، القريه سلا سلا القريه القريه، العم ديالي هو اول واحد سكن في القريه، الحي ديال القريه كامل يكون اول ولا ما كانش اول يكون هو الثاني. كانت القريه مهجوره وعقلنا صغير فهمتي، صغير عقل صغير بزاف عقل على هذه اللقطه هذه. مشى دانا تمايا وقال للوالد انا شريت هذا الساس هذا، وباقي عقل العائله كاملين قال لك كي خرماش شاري في داك الخلا، ما يسكنش تما حتى الجاوج، ما يسكنش تما حتى سميت هذاك الغراب، ما يسكنش تمايا فهمتي. دازت الوقيته، دازت الوقت المعلم عرفتي اش غيطرا، الناس ديال سلا يعاودوا لكم فهمتي، ما نحتاجش ندوي فهمتي، ماش نحتاج ندوي اخي، كلشي تبدل. القريه عمرات، القريه فريمون عمرات 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 بعباد الله فهمتي. عرفتي داك الساس بشحال كنشراه؟ كنشراه ب 8 مليون. عرفتي شحال دابا الحي ديال القريه كامل يكون اول ولا ما كانش اول يكون هو الثاني. كانت القريه مهجوره وعقلنا صغير فهمتي، صغير عقل صغير بزاف عقل على هذه اللقطه هذه. مشى دانا تمايا وقال للوالد انا شريت هذا الساس هذا، وباقي عقل العائله كاملين قال لك كي خرماش شاري في داك الخلا، ما يسكنش تما حتى الجاوج، ما يسكنش تما حتى سميت هذاك الغراب، ما يسكنش تمايا فهمتي. دازت الوقيته، دازت الوقت المعلم عرفتي اش غيطرا، الناس ديال سلا يعاودوا لكم فهمتي، ما نحتاجش ندوي فهمتي، ماش نحتاج ندوي اخي،
كل شيء تبدل. القرية عمراش، القرية فغيمو عمراش، عمراش عمراش بعباد الله. فهمتي؟ عرفتي ذاك الساس بشحال كان شراه؟ كان شراه ب 800 مليون. عرفتي شحال دابا شحال كيسوى؟ 300 مليون ناس. 300 حتى هو 300 باش ولا عنده دار وعنده ساس. فهمتي؟ شوف شوف الصدى شنو طرا. فهمتي؟ باقي عاقل صغير، ما بغيتش نقول الله شكون عندي ديك الساعه شي 8 سنين 9 سنين، يعني بعد 21 عام 20 عام. شوف على تحول طرا، كون خلى عنده ديك. قال لك كاين القريه ولات مدينه بوحدها. واه خويا القريه ولات مدينه بوحدها. فهمتي؟ القريه طقطقات شحال هادي. وحق الله الا عاقل انا صغير عاقل على داك المنظر. القريه مهجوره هكا، تيبان غير لوطه غير الخلا والشانطيات دايزين وهي تجزئه. والعم جا قال للوالد وانا صغير، قال ليه راه شريت هاد الساس هذا. قال ليه مزيان الله يسخر، والعائله كانت واقفه. فهمتي؟ وهاي اللي شريتي هنايا، وهاي اللي رميتي فلوسك في هاد الخلا هادي، وهاي اللي شادي دير، وهاي اللي كذا. صافي دابا عرفتي اش ولا تمايا، ولا تمايا العجبه الصاط. فهمتي؟ ولا تمايا فلوس بسيطه كتبان لك بسيطه. فهمتي؟ على شحال ما تقول العقار الصاط باش تدخل خصك الملايير. لا لحقاش انت حمار غادي خصك الملايير. لحقاش الناس هي سماصرة، كانوا البارح سماصرية ولاو دابا تيدهو في الملاير، لان كانوا يشريو شي حاجه بسيطه. ديك الارض اللي كانت ب 5 مليون ولات ب 40 مليون، الارض اللي كانت ب 40 مليون ولات ب 200 مليون. الوقت الصاط. الفلوس ما عندها حتى قيمه. الفلوس راه كيطبعوا كيعطيو، كيطبعوا كيعطيو، كيطبعوا كيعطيو. الفلوس ما عندهم حتى قيمه، خصوصا داك الدولار ما عندهم حتى قيمه. كيطبعوا اش كيخسروا عليك؟ خصهم الفلوس طبع عطي، خصهم الفلوس طبع عطي، خصهم الفلوس طبع عطي. والفلوس كتخسر القيمه ديالها من كل عام. غادي الفلوس غتنزل في القيمه ديالها. وشنو اللي كيبقى شاد في القيمه ديالو؟ بيان سور اي حاجه، اي حاجه كتبقى شاده في القيمه ديالها. دار، ارض، عقار، كراجات، اي حاجه. المهم الفلوس ما عندهمش حتى تقييم. النقطه الثالثه اللي كما عاد ندخل اللايف على السيميو كتمشي نوقع. قلت ما عمرت سيفي باش تسيفي، سيفي باش تانفيستي. الفلوس الصاد خصها تخرج، ما خصهاش تجلس عندك. بزاف الناس ديال لا الصاد كذا، راه خاص تكون جامع واحد 20 مليار. الصاد علاش غادي نجمع 20 مليار؟ علاش غادي ندير بها هي مجموعه محطوطه؟ الصاد في صالح البنك انها تكون محطوطه عندها. البنك تخدم بها، اللهم انا نخدم بها. عرفتي البنك اش غادي تمشي دير بها؟ البنك غادي تلقاها جالسه كتبني بها في تغازوت الفيلات باش تبيعها. فهمتي؟ علاقش هذا البروجي انا عارف داخله فيه البنكه، داخلين فيه بزاف ديال الشركات في المغرب. وحتى البنكه هي خدامه في العقار. شرات الارض، مولا الارض، كتبني تتبيع الفيلات، كيرجعوا لها الفلوس. علاش اصلا انا غادي نجي 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 ندير هذا، غادي نخلي فلوسي في البنكه؟ صات خص الفلوس تخرج، خصها تمشي تجيب دوار. فهمتي؟ خصها تمشي باش نفسر لك المنظور ببساطه. ما عمر الفلوس خصها تجلس عندك، خصها الفلوس تخرج. وغير الفقراء هما اللي كيتكمشوا على الفلوس. فهمتي؟ الفقير ملي كتدخل شريه كيشد فيها بحالك وما تيبغيش يطلقها. لا تلقى صاحبي، تلقى، ما يبغيش يطلق لك صاحبي الفلوس. بالعكس خاص تطلق الفلوس باش تجيب فلوس. انا نقول لك انا واحد الحلقه عجباتني، واخا ديك الحلقه ملي قلت لشي ناس عجباتني. فهمتي؟ ماشي شي ناس راسماليين، شي ناس من دوك الناس ديال دوك الناس اللي اشتراكيين. فهمتي؟ دوك الناس اللي كيكونوا كيدوب بالعواطف، ماشي دوك الناس الراسماليين الجشعين. المهم كنا كندوي في واحد الحلقه نجي 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 ندير هذا، غادي نخلي فلوسي في البنكه. صات خص الفلوس تخرج، خصها تمشي تجيب دوار. فهمتي؟ خصها تمشي باش نفسر لك المنظور ببساطه. ما عمر الفلوس خصها تجلس عندك، خصها الفلوس تخرج. وغير الفقراء هما اللي كيتكمشوا على الفلوس. فهمتي؟ الفقير ملي كتدخل شريه كيشد فيها بحالك وما تيبغيش يطلقها. لا تلقى صاحبي، تلقى، ما يبغيش يطلق لك صاحبي الفلوس. بالعكس خاص تطلق الفلوس باش تجيب فلوس. انا نقول لك انا واحد الحلقه عجباتني، واخا ديك الحلقه ملي قلت لشي ناس عجباتني. فهمتي؟ ماشي شي ناس راسماليين، شي ناس من دوك الناس ديال دوك الناس اللي اشتراكيين. فهمتي؟ دوك الناس اللي كيكونوا كيدوب بالعواطف، ماشي دوك الناس الراسماليين الجشعين. المهم كنا كندوي في واحد الحلقه، قلت لهم انا صات في ذاك البرنامج ديال شارك تانك عجبني ذاك خونا اللي كان جالس. دخل عنده واحد بغى يقول له المشروع ديالو، قال له انا المشروع ديالي هو 1 2 3 4 وخاصني 50 مليون. ويقول له بحال هكا صات المشروع ديالك كيتخر ميزه. ويقول له انا المشروع هذا كنبغيه ودايرو بالحب وتيعجبني، وانت تقول لي تخر ميزه. قال له صات محتاج فلوس. الفلوس كنحطوها حنا في شي حاجه كتجيب الفلوس. حنا ما كنحطوش الفلوس في شي حاجه انت كتعجبك وكتبغيها. حنا ما كنعرفوش شي حاجه كتبغيها انت، حنا كنعرفو واش الا حطيت معاك فلوس غادي نجيب فلوس. وانا هذاك السيد اللي تما مشى انا قال لي بحال هكا، انا راني رجل اعمال قديم وعارف الفلوس امتى تجيب فلوس. انت هذا البروجي ديالك كتبان لي تخرميزه. وبدا كيبكي في البرنامج ويقول لي مسح الدموع ديالك مسح. انا نقول لك واحد الجمله، قال لي عرفتي دابا انت شنو جاي طالب مني؟ ما طلبتيش مني الفلوس. قال لي انا عندي واحد الجنود. قال لي الفلوس هما واحد الجنود انا حاطهم في واحد القشله. فهمتي؟
فلوسهم واحد الجنود راه حطهم في واحد القشله خاصي لا عطيتهم ليك ومشيتي خدمتي بدوك الجنود ديالي ترجعهم ليا الجنود ديالي تردهم ليا وتجيب معاهم جنود اخرين تجيب معاهم الاسرى الاسرى هما فلوس اخرين خاص كنخرج الفلوس بحال الجيش باش نمشي نجيب اسرى اخرين هذه هي الحاله الوحيده باش كنخرج الفلوس قال لي لا عطيتك الجيش ديالي دابا مشي خرج معاك تجي موت ما تشرج وقال لي ولكن انا المشروع ديالي بالحب وضطرني نخرجوه السيكوريتي خرجوه الصحه انت صام فاكين ما دافكر زعما كتفكروا شنو هادشي راه كاين كيفكر داكشي تيفكر بالحب ما كيفكرش بديك الصاد الفلوس خاصها تخرج وديما خاصها تخرج خاصها تجي فلوس اخرى خاصها تمشي تجيب لي الاسره هادشي علاش الفلوس كتخرج ما كنخرجوهاش فهمتي ديك اللعبه ديال تجيب خاص الفلوس ما تجلسش عند الدراري كيديروا فيسبوك اس كتلقاه كيجمع فهمتي تلقاهم تيجمعوا تبقى تجي بركه ويدوز على هادشي تجي بركه ويدوز على هادشي صدنا في صالحك تدوز ديك البركه على هادشي دخلها على فيسبوك لان الا صرفتيها في فيسبوك غادي تجيب لك فلوس اخرين بالعكس الا ما صرفتيهاش وخليتيها عندك خاص الفلوس خاصها تخرج فيسبوك ادز كنصرف فيها الصات كنصرفو ما كنحنوش فيسبوك ادز كنصرفو ما كنحنوش في فيسبوك ادز علاش لان كنصرفو فلوس كتجيب لنا فلوس اي حاجه كنصرف الماركتينغ كامل كنصرفو فيه ما كنحنوش الريتارغيتينغ الادسات كامل ديال الريتارغيتينغ كنصرفو فيهم ما كنحنوش لان اي ريال كيتصرف فيهم كيجيب لنا فلوس ما كنبقاوش كنقولوا شحال كنصرفو دابا كنصرفو 30000 دولار في النهار نقدروا نديروا 40000 نجرب جو والله الا صرفنا 40000 وباقي الاروي مزيان نقدروا نديروا 50000 جو والله الا تنصرفو 50000 وغادا مزيان نقدروا نصرفو 60000 في النهار دولار وين نقدروا جربنا غادا مزيان اوكي جو وسط جو علاش غادي تجلس الفلوس عندنا في الكونت ما عندنا ما نديروا بها خرجها ضرب دويره تجيب معها فلوس اخرى خرجها تجيب دويره ما عندي ما ندير انا بفلوس تجلس عندي فهمتي ما عندك ما دير فلوس تجلس عندي شي اخوان تما باقي تيقول لك خويا راه بغينا المفيد خويا ديكونيكطا من اللايف ارتاح صاحبي انت راه اللي ما كاينش بك هذا المفيد عطى صاحبي صرا صاحبي ترتاح صاحبي شوف شي مفيد في شي بلاصه اخرى وسمح لي اصاط على هذا الوقت انا اللي ضيعت لك شتيت هذه الوقيته هذه كامله سمح لي على هذه الوقيته هذه فهمتي علاش كنخرجوا اصاط الفلوس غنقول لك علاش كنخرجوا الفلوس غنقول لك علاش كنخرجوا الفلوس الفلوس ما خرجاش تجلس عرفتي علاش لان شحال من واحد شاف الله طف نقدروا نصرفوا 60000 في النهار دولار وين نقدروا جربنا غادا مزيان اوكي جو وسط جو علاش غادي تجلس الفلوس عندنا في الكونت ما عندنا ما نديروا بها خرجها ضرب دويره تجيب معها فلوس اخرى خرجها تجيب دويره ما عندي ما ندير انا بفلوس تجلس عندي فهمتي ما عندك ما دير فلوس تجلس عندي شي اخوان تما باقي تيقول لك خويا راه بغينا المفيد خويا ديكونيكطا من اللايف ارتاح صاحبي انت راه اللي ما كاينش بك هذا المفيد عطى صاحبي صرا صاحبي ترتاح صاحبي شوف شي مفيد في شي بلاصه اخرى وسمح لي اصاط على هذا الوقت انا اللي ضيعت لك شتيت هذه الوقيته هذه كامله سمح لي على هذه الوقيته هذه فهمتي علاش كنخرجوا اصاط الفلوس غنقول لك علاش كنخرجوا الفلوس غنقول لك علاش كنخرجوا الفلوس الفلوس ما خرجاش تجلس عرفتي علاش لان شحال من واحد شاف الله طف ما دافكر زعتي سمعت شي هضره البارح واو صاتينا واو اشنايا 651 مليون اللي وريتي فهمتي اشنايا ودرت ستوري البارح وريت فيها اوكي الكونت ديالي فيه 651 مليون صاد اشنايا 651 مليون راه هي الفقر الفقر بحد ذاته هي 651 مليون اللي كانت كتبان لك فلوس راه ما فلوس ما تلعبها الصاد راه الله دخلت البركه خصها تخرج الصاد ما عندها ما دير عندي علاش خصها تخرج على حقيتاش صام ما دافكرز سمارت غادي يمشيو غادي يمشيو يطيحوا في الفخ اللي كنخرجوا على قبل الفلوس قال لك واو 651 مليون الا بقيت كنصرف مليون في الشهر قاد 60 عام ياك اصاط هادشي اللي تعلمتي زعما تمشي ترتاح 60 عام واو 651 مليون وزيد على الشيك ديال 83 اللي وريتينا ولات عندك 700 مليون الا كنتي كتعايش في المغرب وكتصرف 3 مليون في الشهر عندك تما 24 عام واه يا ناري ضمنتي باش تعيش 24 عام وباقي كتخدم صافي يو ار مادافكر انت اصلا ما تستاهلش الفلوس كاع يجيو في يدك اصلا ما تفهمش اليوم ما تعرفش اليوم فهمتي هادشي علاش كنخرجوهم ما خاصش يبقاو عندك خاص تضرب 3 السيمانات مشات كامل خاصها تمشي بحالها كامله باش نمشي عاوتاني نقلب نجيب فلوس جداد اما الا درت هذه المنطقه ديالك اللي فعلا انت حساس بوا اللي فهمتي تقول لك الكساب يكسب والفقير يحسب فريمون هادشي اللي طاري لك انا فهمتي تنقلب نكسب انت كتحسب انا ما كنحسبش انا كنكسب خصني نخرج دوك الفلوس خصها تخرج بحالها باش نحس بالتيق باش نوض نخدم باش نجيب فلوس اخرى جديده خصني نمشي نخدم نكسب ماشي نجلس نحسب الحساب ما عندي ما ندير بها الصاد خصني نكسب ماشي نحسب الحساب خليه لك انت خصني انا الكسيبه ما عندي ما ندير بالحساب
دونك الصافي الا مشيت حتى كانت عندي ديك الكميه الفلوس وحاطها في الكونت اش غادي يطرى ليا الصاف 700 وكذا ديال الفلوس عندي 651 مليون ياك وريتكم البارح في الكونت هذيك راهي دايزه حتى هي تمشي بحالها وزدنا عليها 83 مليون ديال داك الشيء يعني تما كاينه واحد 700 والصرف 700 والصرف 3 مليون في الشهر 24 عام الصاد ديال الراحه حتى 24 عام الراحه الصاد شحال تكون في عمري تكون في عمري 54 عام الصاد 54 عام تكون في عمري واحد النهار غير كون راه قلت لكم في الثاني عشت داك اللايف ستايل ديال عايش في تايلون عايش في الجزر عايش في كذا عايش في كذا فهمتي في الثاني عشت نهار نموت ما نخدم حتى نهار لان داك الشيء كامل راه شي شويه من بزاف علاش نقول لكم الاخوان شي مشي باش نتصور عليك ولا كذا باش نقول لك الصاد وين تورك العالم راه كبير وخاص اللي يحل المشاكل في هذا العالم هذا والناس مستعده تحط فلوسها على خونا اللي كيحل المشاكل فهمتي على حق اذا كنت نوريك شي حاجه راه كان ممكن نعيش مخبي وما يعرفني حتى واحد وراه غادي نعيش بخير وحاليا عايش بخير ممكن فهمتي الا يمكن ما بنش غادي نزيد نعيش مليون مره بخير نقول لك حاجه واحده اللي استفدت منها البنت وتعرفت على بحال الدراري الواعرين يجي حيال شكار بلا كذا كذا تعرفت على ناس واعر اما راه حتى حاجه ما مستفد من البنت على قداش انا ما كنبيع دوره ما كنبيع كورس مره واحده اللي تزرفت في حياتي وكنشكر الله اني تزرفت في البدايات ديالي بعد الدوره طراو شي مشاكل اوكي ردنا على بعض الفلوسه ما عندي ما ندير بالمشاكل نمشي باش نتصور عليك ولا كذا باش نقول لك الصاد وي نيد تو وورك العالم راه كبير وخاص اللي يحل المشاكل في هذا العالم هذا والناس مستعده تحط فلوسها على خونا اللي كيحل المشاكل فهمتي على حق اذا كنت نوريك شي حاجه راه كان ممكن نعيش مخبي وما يعرفني حتى واحد وراه غادي نعيش بخير وحاليا عايش بخير ممكن فهمتي الا يمكن ما بنش غادي نزيد نعيش مليون مره بخير نقول لك حاجه واحده اللي استفدت منها البنت وتعرفت على بحال الدراري الواعرين يجي حيال شكار بلا كذا كذا تعرفت على ناس واعر اما راه حتى حاجه ما مستفد من البنت على قداش انا ما كنبيع دوره ما كنبيع كورس مره واحده اللي تزرفت في حياتي وكنشكر الله اني تزرفت في البدايات ديالي بعد الدوره طراو شي مشاكل اوكي ردنا على بعض الفلوسه ما عندي ما ندير بالمشاكل من 2012 ما لا دوره لا كورس لا حتى حاجه 2019 دابا دازت 7 سنين الصاد 7 سنين ما بعت لا دوره لا كورس لا حتى لعبه ملي كنبارطاجي شي حاجه كنبارطاجيها معاك فابور باغيك الاخ تمشي تحرك فهمتي وملي كندوي على 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 الهيتر ولا شي حاجه انا ما عنديش مشكله انك تحقد عليا بالعكس ملي كتحقد عليا كتخليني انا نتحرك ندير شي حاجه في حياتي بالعكس الحقد شي حاجه زوين الحقد راه ليا انايا باش نمشي نتحرك ولكن في نفس الوقت وانت حاقد عليا اسمع هاد الهضره وانت حاقد عليا بليز دير شي حاجه في حياتك زوينه تحرك دير شي حاجه في حياتك زوينه انا باغي انت حاقد عليا انا باغي لك الخير بليز دير شي حاجه في حياتك زوينه انا باغيك دير شي حاجه في حياتك الصاد زوينه فهمتي تحرك ما تبقاش يدوي الهضره ما تجريش الخضره وما كتجيب حتى شي حاجه خصك الصاد تحرك لان مولاي نظامكم كيتسناوك تحرك الا بقيتي كدوي ما غاديش تحرك خصك تسد فمك باش تحرك دونك سد فمك وتحرك باش تسد فمك غتبقى تدوي غتبقى تدوي ما غاديش تحرك دونك الصاد انا كنقول لك تحرك ما قلتلكش سميتو الحقد اتس اوكي مان انا ما بغيتش نتسرك ما بغيتش نخلصك باش تحقد عليا اما راه ما كرهتش فهمتي اللهم حقد فابور اللهم ما نخلصكش باش نزيد الحقد ديالك يكون عن حب وجداره واستحقاق فهمتي ما بغيتش انا داك الحقد اللي تشريه اما انا راه الحقد نشريه من عندك الصا الحقد شي حاجه زوينه ملي كتحقد على دين امي انا دين امي كنوض كنخدم كنزيد كنخدم ملي كتقول لي انت حرتوكا بالعكس راه احسن من تصفق لي ما بغيتش لي تصفق لي الحق انا باغي اللي يحقد عليا دونك الصاد انت الا كنتي بزاف الناس باي ذا واي فهمتي تعرف فهمتي كاين داك الحب المتبادل للاخوان كاين واحد النوعيه تتحقد عليك انا بالعكس ما عنديش معها مشكله الاخوان بالعكس تتحقد عليا ما كرهتش نخلصك غير ما يوليش داك الحب حب ما يوليش داك الحقد حب تجيوش داك الحقد عن حب الحقدو انا عزيز عليا داك الحقد عن حب تكون كتشوف ديال امك كتكره مني تكون كتخلي شي كومونتير فيه شي سبان تكون كدا تصيفط لي شي ميساج فهمتي الله ينعل فهمتي بحال هكا كنقرا انا فهمتي كننتعش تنعرفوا جاي عن حب على حقاش المراره ديالك كانت تطردك فهمتي رجليك تزات شي حاجه المهم بحال هكا هكا تعصبتي تكمشتي المهم انا كنعرفها هادشي عن جوج جا عن حب وعن جدار واستحقاق داك الحقد وانا كنت نشوى به فهمتي كنتبنن وكنمشي كنخدم فهمتي كنقول الله فهمتي كنمشي كنخدم هذا زعما كل ما كانش داك الحقد وداك الحقد عن حب فهمتي او الحقد الحقيقي خلينا من داك الحقد المصنع فهمتي داك الحقد الحقيقي هو اللي كيخلينا كنتحرك زعما كون ما كانش داك الحقد وعليه كون مشيت نعس طاصات شحال هادي هذه النقطه نقولها وندوزها الاخوان الحقد فهمتي زعما راه خاصك سام هيترز ديما كنقول هاد الجمله هادي في الحياه ديالك خاصك سام هيترز ديجا شوف ما تقولش ليا نمشي نصنع الهيترز نمشي نصنع الهيترز عاد نجي نخدم لا غير خدم اجي جو الهيترز يفوت بشويه انا نقول لك شكون هما اول هيترز غادي يكونوا هما دوك صحابك الفاشلين اللي مريح معاهم دابا دوك صحابك الفاشلين اللي مريح معاهم دابا
تنزل عليهم اي موتور ما يحملوش اي موتور تجيب لي بيكالا وهما ما عندهمش بيكالا ما يحملوش. هذوك هما اول حقاد تبدا من الحقاد من الدراري هادو اجي حقدو هذا مامو عنده بيكالا قولوا ها لا هادو حقدو على بيكالا الله تنزل على مو موتور خاصني نقلي لهم الكبده ديالهم المراره ديال الطرد الكبده ديالهم نشويها لهم عتقاتل عاوتاني تنزل الموتور فهمت اجي 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 بغيت تفرقعو عاوتاني تزيد كضحك ملي جيت نسل الموتور في الحومه شحال ما عطاتني تجي حقد عليك غتقول واي اللي الحق هيترز ديجا شوف ما تقولش ليا نمشي نصنع الهيترز عاد نجي نخدم لا غير خدم اجي جو الهيترز يفوت بشويه انا نقول لك شكون هما اول هيترز غادي يكونوا هما دوك صحابك الفاشلين اللي مريح معاهم دابا دوك صحابك الفاشلين اللي مريح معاهم دابا تنزل عليهم اي موتور ما يحملوش اي موتور تجيب بيكالا وهما ما عندهمش بيكالا ما يحملوش. هذوك هما اول حقاد تبدا من الحقاد من الدراري هادو اجي حقدو هذا مامو عنده بيكالا قول واه لا هادو حقدو على بيكالا الله تنزل على مو موتور خاصني نقلي لهم الكبده ديالهم المراره ديال الطرد الكبده ديالهم نشويها لهم عتقاتل عاوتاني تنزل الموتور فهمت اجي 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 بغيت تفرقعو عاوتاني تزيد كضحك ملي جيت نسل الموتور في الحومه شحال ما عطاتني تجي حقد عليك غتقول واي اللي الحقد زاد معلم جارتنا ما حملتنيش خو صاحبتي ما حملنيش خو بنت الحومه ما حملنيش دونك الصاد خصني نسل عليهم طوموبيله غادي تنسل الطاسيا عاوتاني ملي تنسل الطاسيا مول هو اللي حداك وما يحملكش فهمت اني فوت الحقد كيطلع وانت غادي فهمتي ديك اللعبه كتبنن كتنشوى خاصك تاخذها بحال هكا فهمتي خاصك تاخذها بحال هكا الصاد كاين بزاف الناس مساكين على الحكم الثقافه اللي تربينا فيها فهمتي ديك اللعبه ديال يدوي عليك خايف تجي يقولوا داك خونا نسل الطاسيه داك راه نصاب تيقول تقول عليا نصاب كذا صلع علاش قالوا عليك نصاب قالوا عليك نصاب لان انت بغاك توقف ما خاصك ما توقفش عشان علاش قال لك علاش قالوا عليك نصاب وقالوا عليك كذاب وقالوا عليك شفار قالوا عليك تبيع الحشيش قالوا عليك كذا 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 قالوا عليك هكاك باش توقف لان راك سارق لهم المراره صاحبي الكبده ديالهم راه طرد كاطا صاحبي راه كتشوي لهم الكبده ليلا نهار صاحبي علاش توقف فهمتي احسن حاجه نقول لك انا احسن حاجه انت نصاب خدم هذاك خونا يقدر كيبيع الحشيش خدم انت اخويا اخوان اش تشوف دا تشوف اللوطه في مدافكرز كيدو عليا ما عارفين عليه حتى شي حاجه هذاك خونا عنده ستات البورنو كنجاوب انا هو مول اكس ان اكس اكس واهلي انا كنكيصحابني هضره لا صاحبي انا شخصيا انا كنقولها لك انا هو مول اكس ان اكس واهلي بالمناسبه نسيت راه عندي شي اسهم في البلاي بوي حتى هما لا نهار تكون خصك شي اسهم في البلاي بوي دوز عند خوك شري من عندو الصاد واش كدوب الصحه كندوب الصحه صاحبي ملي بغيت تقطع دوز انا الاخوان عمري درت البورنوغرافي ما عمري خدمت في اي حاجه اباحيه كنا شاريين دومينات بحال اكس بانات دوت كوم كنت شاريه مبلوكي وبعتو من بعد $2400 وكنا دايرين واحد الروبو كيمشي كيتكونيكتا وكيكتب فيسبوك لمشاهده الفضيحه ادخل على اكس بانات دوت كوم كان كيبارطاجي روبو وكيبارطاجي دوك الدومينات كان عندنا 1000 دومين كيبانو دومينات مشتبهه كيكليكي عليهم كيدخل لهم كيلقى فيه السيت ديال الاستيراد والتصدير وكلشي كاين الانترنت ما عندك فين تكذب تحصل غتمشي تكتب كاع دوك السيتات اللي كانوا دياولي في سميتو باقي لدابا غتكتبهم ورجع ل 2011 2010 2012 اشنو كان فيهم كان فيهم يا كيدوا على الاستيراد والتصدير يا كيدوا على الاتصالات الهاتفيه يا كيدوا على شي حاجه كيدوا على المهم كيدوا على شي مواضيع اللي فيهم السي بي ام غالي في جوجل وحاطين فيهم جوجل ادسنس كيجي هو كيشوف لمشاهده الفضيحه ادخل على اكس بانات دوت كوم كيدخل ماشي يلقى والو كيلقى الادسنس كيكليكي كنربحو معاه ما عمري خدمت في شي حاجه لا اخلاقي وما عمري خدمت في شي حاجه اش نقول لك اش كيسميوها البورنوغرافي ما عمري خدمت في شي حاجه لا اخلاقيه اباحيه ما عمري خدمت في شي حاجه اباحيه ولكن ملي كيجيو تيقول لك انت تيقولوا كتخدم في الاباحيات يس وين وشنو هو الموقع ديالي سيت زرق كل ليله راك فيه ويلي صاد خصك شي اسهم في بلاي بوي عندي شي اسهم كنشريهم شحال ملي كنستم طايحت بيت شري وصاد واش كدوب الصح صاد احسن جواب ما عمري دافعت على هذه القضيه هذه ما عمري غادي ندافع دابا حاليا ما كندافعش ما عنديش انا ما تيتسناش شي واحد ما كنتسناش عرفتي علاش كدافع انت على راسك كدافع صاد على راسك لان تيهرسوك غادي يهرسوك فهمتي غادي يهرسوك مثلا شي واحد كيمشي كيدوي عليك في الخدمه ديالك تيقول لهم هذاك خونا ردوا معاه البال كذا كذا اجي منعك من الترقيه فهمتي اجي ما خدمتش شي حاجه لا اخلاقيه اباحيه ما عمري خدمتش شي حاجه اباحيه ولكن ملي كيجيو تيقول لك انت تيقولوا كتخدم في الاباحيات يس وين وشنو هو الموقع ديالي سيت زرق كل ليله راك فيه ويلي صاد خصك شي اسهم في بلاي بوي عندي شي اسهم كنشريهم شحال ملي كنستم طايحت بيت شري وصاد واش كدوب الصح صاد احسن جواب ما عمري دافعت على هذه القضيه هذه ما عمري غادي ندافع دابا حاليا ما كندافعش ما عنديش
انا ما بديت نتسنى شي واحد ما كنتسناش. عرفتي علاش كدافع انت على راسك؟ كدافع الصوت على راسك لان تيهرسوك، غادي يهرسوك، فهمتي؟ غادي يهرسوك. مثلا شي واحد كيمشي كيدوي عليك في الخدمه ديالك تقول لهم هذاك خونا ربطوا معاه البال كذا كذا، اجي منعك من الترقيه، فهمتي؟ اجي منعك من الترقيه. انا كتجي تقول الترقه ودي تمنع من الترقيه، عليك الدفع على راه يقول لهم لا وانا يا انسان صالح كدا كدا كدا، والله ما انا في الشركه هو اللي خدام. كدافع على راس، انا ما كنتسنى صوت لا ترقيه لا تلعبه مع اللي فهمتي، اللي عاطيني هاجي زيدني هاجي بلا ما نقول اسميت. ما تيتسالني حتى شي واحد شي حاجه اصلا، علاش غادي نبقى نفسر؟ لا وقت نقول لك واحد اللقطه فراسك هذه اللقطه هادي كيبغيو يستعملوها ضدك، هي انك يقولوا عليك شي حاجه وانت لا شفتي قلتي لا وجلستي كتقاتل كتقاتل كتقاتل، داكشي اللي بغاو تقلوك. خير الكلام ما قل ودل، تعلم هاد الاستراتيجيات في الحياه. تيقولوا عليك دا فعلا، تيقولوا عليك راه انا نفترض نمشي معاك كاع، تيقولوا عليك راه امك راه هي بنت الزنقه. هادشي اللي نقول لك انت لوكات ديالك الا كنتي كتعيش هاد الحاله هادي، سال الموضوع قتلتيه. تيقولوا عليك هي اختك اللي كتصرف عليك، شاصات سال الموضوع بالسربة، سال صافي سالين ما بقى ما يتقال ولا ما تجاوبش. نعطيكم مهم من استراتيجيات، فهمتي؟ علاش نقول لك؟ نقول لك الباور ديال ان فهمتي شي حوايج كيطراو في الحياه. نقول لك مثلا لاحظ انا ملي كندوي على شي خونا تيبان لك تعصب وتنبش وتيضطر انه يجاوبني، هو ملي تيدير جو ماشي نجاوبو. عرفتي علاش؟ لان ما تاثرش فيا الصاط، فهمتي؟ لان انا ملي كنبغي شي واحد نشعلو كنلبسو تنبشو بحال هكا وكنخليه كيغوت كيسترجليه كيتقيا في الكاميرا يدير عليا لايفات فيهم 4 السوايع. انا ما عمري ندير شي لايف ولا شي حاجه، كتلقاني ضاحك فهمتي، لان الصاط اخرتها كاع ما نش نطرق عليه نقول صادر انت صاحبي انت راه كترزق الله فهمتي، انت السمعه ديالك يرزق. انا ما عنديش داك المشكل فهمتي، وما عمر شوف الاخر واخا تكون خدام شي شركه الا كنتي كتقول وكتعطي الخدمه، عطي الخدمه، الخدمه ديالك هي اللي كدوي عليك. عرفتي سعد المجرد علاش عباد الله كتحترمو؟ كتحترمو على الخدمه ديالو. سعد المجرد الا خرج للشارع كلشي كيبغي، عرفتي علاش؟ على الخدمه ديالو. واخا تعيا ما تقول عليه خونا كدا كدا كدا، خونا الفرنسي كدا، خونا في امريكان كدا كدا، فاكين شتا واحد ما يسمع لك السطير فهمتي، بقيتي كتهز رجليك تمايا وصافي. ندوزو على اخوان النقطه المواليه، ندو في اطار الثقافه الماليه، وثالث شيء داخل في الثقافه الماليه، لان ملي تبدا دير الفلوس الصاط كون ريدي كون ريدي تكثر عليك الهضره بزاف. ولكن الصاط انا كنت واحد الوقيته كنتجاوب، ما كانش عندي ما كانش كنريح مع المليونيرز والبليونيرز، ما كانش عندي فهمتي، ما كانش عندي عاد نحط الصوره ديالي مع واحد البليونير عما قريب حتى هويا، وكنت تلاقيت معنا فين جين حتى هو بليونير، دويت معاه ما تطريحش مع المليونيرز، ما كانش عندي المليونيرز. كنت كبري في مراكش واخا درت الفلوس ما نلاقيش مع الناس الفلوس باش يشرحوا لي كيفاش هما دوزوا هاد المراحل هادو في حياتهم ديال داروا الفلوس. السطر ما يمكنش اصاحبي التمييز على عباد الله وما ينتقدوكش، شي حاجه زوينه ولكن ما كنتش عارف انها شي حاجه زوينه، حتى طريحت مع ناس اللي واصله. علاه تنقول لك انت الصف ملي ديري بيكالا راه ما يحملوكش، لما درتي موطور هضره اخرى، درتي طوموبيله هضره اخرى فهمتي. اما لو بقيتي كدوف شي حاجه واعره ومشيتي بعيد هضره اخرى صاحبي فهمتي. نريح مع المليونيرز والبليونيرز، ما كانش عندي فهمتي، ما كانش عندي عاد نحط الصوره ديالي مع واحد البليونير عما قريب حتى هويا، وكنت تلاقيت معنا فين جين حتى هو بليونير، دويت معاه ما تطريحش مع المليونيرز. ما كانش عندي المليونيرز، كنت كبري في مراكش واخا درت الفلوس ما نلاقيش مع الناس الفلوس باش يشرحوا لي كيفاش هما دوزوا هاد المراحل هادو في حياتهم ديال داروا الفلوس. الساط راه ما يمكنش اصاحبي التمييز على عباد الله وما ينتقدوكش، شي حاجه زوينه ولكن ما كنتش عارف انها شي حاجه زوينه، حتى طريحت مع ناس اللي واصله. علاه تنقول لك انت الصف ملي ديري بيكالا راه ما يحملوكش، لا ملي درتي موطور هضره اخرى، درتي طوموبيله هضره اخرى فهمتي. اما لو بقيتي كدوف شي حاجه واعره ومشيتي بعيد هضره اخرى صاحبي فهمتي. هادشي في اطار خليت تو نديروه الجانبي الثقافه الماليه. هذه القضيه ديال نمشي نعس 24 عام نمشي صاط، رجعوا للنقطه ديالنا، ما خاصش الفلوس يباتوا عندك، خاص تخرجهم الصاط. قسمين وجه نوقفوا اللايف، فلوس خاصها فهمتي تخرج تخدم وتجي، ما خاصش الفلوس تجلس عندك. الا جلست الفلوس عندك كتحس بالراحه، غتولي حاس براسك مرخي. شحال من واحد تيقول عليا جويع فهمتي، تقول لك الصاط باقي كتخدم اصاحبي الى يومنا هذا بحال اللي فيك الجوع، واش عندك الكريدي؟ الصاط ما عندي حتى شي كريدي، ما عنديش الكريدي، عندي الفلوس الحمد لله بزجتي فهمتي، وما عنديش الكريدي وما عندي ما ندير بالكريدي فهمتي.
علما انا الكريديت كنديرو بسميت الشركه ما كنديروش بسميتي فهمتي ما كنبغوش سكيلو في الشركه كاين الكريديت على الشيء ولكن الكريديت بسميتي الشخصيه لا ما عندي ما ندير بهم النقطه الفلوس خصها تخرج لان الفلوس اللي بقات عندك كتعكسك كتعكسك كتقول كاين الفلوس الصاط ريح الناس الفلوس اللي بقاش عندك غتولي كتجري الشوع الشوع هو اللي كيخليك كيخليك تقاتل وتحرك انت الصاط خصك تبقى في ديك الوضعيه ديال داك المود ديال الجويعه هو اللي فهمتي انا ايفري فاكين داي كنوض بحال ما عمرو كانوا عندي الفلوس وما عمر دازو عندي الفلوس بحال هاد النهار هذا ما عندي باش نتعشى فهمتي دابا الفطور دابا الصباح كندور كنقلب على السيسان وكذا ديما ايفري فاكين داي كنبرمج راسي على هذا الصاط خصني نخرج ندبر على شي رزيق خصني ندير شي حاجه تجيب لي الرزق من هنا شهر خصني ندير اليوم شي حاجه تجيب لي الرزق من هنا عام خصني ندير شي حاجه خصني ندير شي حاجه شنو ممكن ندير خصني خونا جا سولني شي سؤال خونا تلبس من الشينوا خونا كذا 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 كيفاش نعاون هاد خونا هذا ويوفر لي شي حاجه هانا نعاونو في هادي يعاوني في الديوان اجي نتايا شنو خاصك يوميا ايفري فاكين داي بحال ما عمرك تعش بحال ما عنديش باش نتعشى خصك تخدم وما يمكنش تكون هاكو عندك الفلوس دونك على الفلوس خصها تحيد باش تمشي تقلب تجيب فلوس جديده شنو كنت حاجه اخرى الصاد حاجه اخرى حتى هي حتى هي البارح واحد من الناس سميتو اللي قريت قال لي اخويا سيمو 600 كا انا كنخسرها في الاد الصاد حنا ايفري فاكين مانش المينيموم كنخسرو المينيموم في الشركه الوحده ماشي كامل المينيموم في الشركه الوحده كنخسرو 3 مليون دولار ديال الاد كاين فرق ما بين الربح اللي عندك في الكونت وبين الادز راه كنعرف الناس في شوبيفاي كي تنعرف واحد في راس العام صبر خصني نشري هنايا الارقام ضرب 12 مليون دولار في ما بين البلاك فرايداي وداكشي اللي فات في شهر 10 11 12 ضرب 12 مليون دولار شحال الربح 100 مليون مغربيه عاود 100 مليون مغربيه باقي ما خلصش الضرائب معلم الربح الصافي باقي عاد تحيد منه 35% ديال الضريبه في امريكان باقي تحيد منه الفيدرال تاكس على 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 ستيت تاكس المهم شوف الصاد بالرجوله ما تبقى لي تما حتى 60 مليون صحيح الا وراك التصويره الصاد 12 مليون دولار الصاد ما دفكر انا كنعرفك صاحبي هذا صاحبي ما عمر قال لي زعما هذا القطاع 12 مليون دولار لا ما تيقولهاش هذا الصاد هذا صاحبي فهمتي عارف بلي راه الربح قداك المداخل قداك والربح قداك ما بين البلاك فرايداي وداكشي اللي فات في شهر 10 11 12 ضرب 12 مليون دولار شحال الربح 100 مليون مغربيه عاود 100 مليون مغربيه باقي ما خلصش الضرائب معلم الربح الصافي باقي عاد تحيد منه 35% ديال الضريبه في امريكان باقي تحيد منه الفيدرال تاكس على 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 ستيت تاكس المهم شوف الصاد بالرجوله ما تبقى لي تما حتى 60 مليون صحيح الا وراك التصويره الصاد 12 مليون دولار الصاد ما دفكر انا كنعرفك صاحبي هذا صاحبي ما عمر قال لي زعما هذا القطاع 12 مليون دولار لا ما تيقولهاش هذا الصاد هذا صاحبي فهمتي عارف بلي راه الربح قداك المداخل قداك والربح قداك الصاد فهمتي دونك ما شتي الا ديك القطعه تاع الصاد 600 مليون كندخلها انا في تنسرفايف الاد الصاد ذا فاكين بولشيت عرفت شنو كتصرف في الاد اجباري خصك تصرف في الاد باش تدخل دو معايا على النت بروفيت نقول لك انا قضيه النت بروفيت كاع نقول لك النت بروفيت الدري صاحبي خلص الضريبه هنا في المغرب خلص الضريبه وخلص كلشي خلص كلشي في المغرب الخرت العام اللي فات بقات ليه 2 د المليار بقات عنده 2 د المليار تربح في الشركه 2 د المليار هاكا ربح في الشركه وما هزاش لراسو عرفتي علاش باش الا بغى يحولها للكونط ديالو بيرسونيل ورد ديفيدنت خاصو يخلص للدوله 15% كانت 10% شحال عندك دابا 10% كانت 10% في القانون الجديد دابا اللي حاليا كنسمع عليك سبير كونطابل قال لي الله يخليك بغيت 2 مليار نهز منها 1 مليار نحولها للكونت ديالي قال لي الصاد غتعطي منها 150 مليون للدوله قال لي ها قال لي ها بغيتي تهزها تحطها في الكونت ديالك خاصك تحيد منها 150 مليون تعطيها للدوله قال لي الصاد عرفتي اش دير خليها تما في الكونت الشركه تنشوف واش نديرو بها الصاد صعيب تحط لك الفلوس في الكونت ديالك بيرسونيل عرفتي شحال كتكون صفيتي منها عرفتي شحال صفات منها الدوله والضرائب وكذا الصاد راه انا جايبها من على برا راه ما كاينش لا يقدر يوريك شحال عنده في الكونت راه الضريبه دار الضريبه حاليا هي كدور عرفتي دار الضريبه الصاد كي دايره في المغرب حاليا هي كدور مع الدول كاملين مأزمين ماشي المغرب اللي مأزمين الدول كاملين في العالم مأزمين ودار الضريبات كاملين في العالم كيدوروا كيلقاو ما يصابوطيو فهمتي كاين شي ما كاين غير دوز
وصل عليا البنات ما قول لي يدوزي خلص قول لي يدوزي خلص قول لي يدوزي خلص فهمتش. انا راه نازل عليا بالضريبه ديال السكن الثانوي على كاع داكشي اللي شاري نازل عليا الضريبه ديال السكن الثانوي الدار اللي ساكن فيها ومخلي فيها والديا حسبوها سكن ثانوي فهمتي حسبوها سكن ثانوي ونزلوا عليا عرفتي بشحال نازل عليا نازل عليا ب 9992 درهم على كل دار على كل كوان. مشيت عندهم قلت لهم انا عرفت الله راه ديك الدار اللي ساكنين فيها والديا فاكتوريتوها. قال لك اخي السي واش نقولوا لك راك عارف الدوله هاد الساعه هاد تخلص اللي عليك وسير جيب لنا شهاده السكنه ديال الوالده ديالك راه ساكنه في الدار والوالد ديالك ساكن في الدار والعام الجاي ان شاء الله يكون خير عام الجاي نصيفطوا لك تخلص واحد 400 500 درهم ودوي معايا دابا اش من العام الجاي الصاب والله لا تقنعك غتخلص. قلت له الصاب راني جاي نخلص وشوفوا معنا شي حل الصاب وبربي تخلص. شوف سيمو الدوله واقفه الدوله واقف واحد الصاد صاحبي هاك واحد الصاد صاحبي جاتو واحد الضريبه ومخلص الضرائب ديالو كاملين الصاد عنده قهوه خدام جاتو قالوا لي دوز تخلص راه واحد 18000 درهم خاصها تخلص. مشى عنده قال لي الصاد انا مخلص كل شيء كذا 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 كذا. قال لي اسمع العاود الدوله واقفه غادي دوز تخلص ديك 18000 درهم ولا غادي نعاودوا معاك المراجعه. خونا سمع المراجعه قال لهم صافي صافي ما ماشي اش داروا الاطباء الاطباء اش درت لهم دار الضريبه دوز تخلص الصاد بغيتي تخلص فورفيق الدقه و ماشي تخلص نجبدوا معاك المراجعه بيان سور كلشي كيخاف من المراجعه كلشي كيمشي كيخلص الصاد وهذا ما كان الصاد راه تقول لي الصاد انا هذيك اللعبه تاع تنصرف بغيتي تخلص. شوف سيمو الدوله واقف الدوله واقف واحد الصاد صاحبي هاك واحد الصاد صاحبي جات واحد الضريبه ومخلص الضرائب ديالو كاملين الصاد عنده قهوه خدام جاتو قالوا لي دوز تخلص راه واحد 18000 درهم خاصها تخلص. مشى عنده قال لي الصاد انا مخلص كلشي كذا 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 كذا. قال لي اسمع العاود الدوله واقفه غادي دوز تخلص ديك 18000 درهم ولا غادي نعاودوا معاك المراجعه. خونا سمع المراجعه قال لهم صافي صافي ما ماشي اش داروا الاطباء الاطباء اش درت لهم دار الضريبه دوز تخلص الصاد بغيتي تخلص فورفيق الدقه حتى وماشي تخلص نجبدوا معاك المراجعه بيان سور كلشي كيخاف من المراجعه كلشي كيمشي كيخلص الصاد وهذا ما كان الصاد تقول لي الصاد انا هذيك اللعبه تنصرفها في الاتك الصاد صعيب تحط الفلوس في الكونت بيرسونيل ديالك الصاد دوزها من داك الستاتيو ديال الشركه تبيع تخلص الضرائب اللي عليك ومن الشركه تهزها للبيرسونيل. هي راه الترانزاكسيون هادي هي راه الترانزاكسيون هادي كتدي فيها الدوله 15% ولا راه تحت بك معلم فهمتي ولا كان عندك الضروب الضريبه هذيك هضره اخرى فهمتي هادشي كندوي معاك فهمتي. انا حاليا ما عنديش حاجه كاع بسميتي في المغرب كشركه فهمتي الشركات كاملين اللي كاين هما دي بروجي ديال الناس اخرين كنسو تريتي لهم فهمتي وبيناتنا علاقه ديال الثقه كنسو تريتي لهم وانا عندي اقامه على برا وسميتو عندي اقامه على برا وعايش على برا وكندخل الدوفيز من على برا فهمتي. اما راه الصاد راه از نوت فاكين ايزي دير داك الفيديو اللي درت البارح فهمتي على حقاش الصاد راه الفيسك راه كاين يصلع معلم البنادم ومن حقهم من الاخر نقول لك من حقهم مشيتي لامريكا راه تخلص واحد الضريبه سوء من المغرب مازال المغرب راه الدوله حنين يعني دونك السلطان بلاش ديك القضيه ديال الصاد انا 600 كا كنصرفها في الاد الصاد يو ار جاست ما دافاك راه كنعرف بنادم كيصرف في الاد حنا قلت لك اه هي شركه عندنا كنصرفوا 3 مليون دولار في الشهر الصاد ولكن هي فاكين 3 مليون دولار في الشهر ما ربحناهاش حنا ما ربحيناش 3 مليون دولار في الشهر. حنا العام اللي فات وحده من الشركات ديالنا دارت راه كنت قلتها في العربه في الصاميت درت في العام كامل ماشي بحال الدرس صعبي هذا 3 شهور الاخرين 12 مليون دولار العام كامل جونفي فيفري مارس حتى ديسمبر درنا 12 مليون دولار بعد ما خلصنا الطاكس والمشاكل وكل شيء والصداعات قلنا بقات لنا 2.2 ديال المليون دولار. بعد اخر جات لنا المراجعه وقلتو كيدققوا معنا تيدققوا معنا تيدققوا معنا قسما بالله الا بقات لنا 1.1 بقات لنا 1.1 ديال المليون ديال الدولار باش سالينا. تجي تقول لي انا واه الصاد انا هذاك الفيلم حافظه وفاهمه وعارف عارف الفرق ما بين الفلوس في الكونت ديالك بيرسونيل والفلوس ملي كتبان فيهم شوبيفاي كدير بهم ونوريك 300000 دولار في النار هذاك فيلم بوحده والفيلم ديال الربح الحقيقي بوحده والفيلم بعد ماذا تحيد الضرائب بوحده والفيلم ديال تحيد باش تردهم ديفيدن تحولهم للكونت بيرسونيل تخلص 15% والتايلاند تخلص 17% مازال الدوله ديال راه حنينه التايلاند تخلص 17% باش سنين. هذه وحده من الشركات اللي دارت 18 مليون دولار هذه وحده كاين الشركات الاخرى هذه وحده من الشركات اللي دارت 12 مليون دولار وفي الاخر شيطنا بزاف 2.2 وفرحنا قلنا اه 2.2 فهمتي هو يقول لك اجي المخلي هنايا
اجي جبد لي فاكتور جبد جالسين عندنا في البيرو جالسين عندنا في البيرو في تايلاند جبد جبد حسب 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 عندك اجي عندك اجي عندك اجي لا عندك قدا قدا اش خلص قدا قدا وحاجه اخرى الصاط خاصك تمشي كسبر كونطاب باش يصرح لك هذا الشيء انك الفلوس بقات عندك مده ما عطيتهاش لهم في الوقت كيحسبوا لك بحال قلتي لا انتيريست على داك التعطيله ماشي التعطلتي زعما ما عطيتهمش الفلوس ديال الضريبه في الوقت غلطه راه هانيه لكن الانتيريست على داك المهم فهمتي في الاخر ملي خرجنا بواحد فاصلة شي لعيبه فهمتي قلت لهم الحمد لله ما ضربناش الشماره وطلعنا خاسرين الحمد لله دونك الصاد ما جيتش تقول لي انا داك العاده الصاد 600 كا اجي المخلي هنايا اجي جبد لي فاكتور جبد جالسين عندنا في البيرو جالسين عندنا في البيرو في تايلاند جبد جبد حسب 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 عندك اجي عندك اجي عندك اجي لا عندك قدا قدا اش خلص قدا قدا وحاجه اخرى الصاد خاصك تمشي كسبر كونطاب باش يصرح لك هذا الشيء انك الفلوس بقات عندك مده ما عطيتهاش لهم في الوقت كيحسبوا لك بحال قلتي لا انتيريست على داك التعطيل.